الإخوة والأخوات متابعي وزوار القناة، السلام عليكم ورحمة الله. نهاركم مبروك وأدام الله علينا جميع نعمة الصحة والعافية. من الحرف اللي انقرضت تقريبا الرفاعة، وهما الناس اللي كيحملوا الموتى بطريقتهم الخاصة. وكانت واحد المجموعة ديال الناس كيتسماو تهامة، كيسبقوا الجنازة وكينشدوا بعض الأذكار حتى هما ما بقى لهم أثر، إضافة للجموع اللي كتمشي مع الجنازة واللي كانوا كيرددوا مولانا نسعى ورضاك على بابك واقفين، لا من يرحمنا سواك يا أرحم الراحمين، وكذاك البشير النادر السراج المنير إلى آخره. هذا الطقوس كانت كتجرى في جو مهيب، وكلها انضطرت في عصرنا هذا، عصر السرعة وسيارة نقل الأموات. ومن الممارسين ديال الحرفة ديال الرفاعة المعلم مصطفى الرفاع، وكانوا كيلقبوه مصطفى الصابونة، الله يستر عليه الرحمة والمغفرة، رجل بشوش وخدوم وكيحبوه الناس حيث كان صاحب روح مرحة، وكيتميز بمشيته الخاصة من اللي كيرفع الميت. كان هذا وأنيق بشكل هندامو ومعكرت وحايل. هو من أبناء حومة سيدي بومر، شخصية شعبية متشبعة بالطورات ديال الدقة والملحون وتم وزنيت. كان في البداية كيشتغل بكتاب درب النخلة من باب دكالة قبل ما ينتقل إلى حومة المواسين بحانوت الرفاعة، وكان ضمن فرقة الدقة المراكشية أي 40. وكانوا الرفاعة كيرفعوا الموتى بالنهار وبالليل كيحملوا العمارية بالعروس، وكانوا كيقصدوهم الناس اللي كيرغبوا في خدماتهم بحي المواسين، الدكان ديالهم اللي كان بحي المواسين أمام المسجد الصغير. اللهم ارحمه واغفر له وأسكنوا فسيح جناتك يا رب العالمين. أحبائي، حتى نتلقاو في كبس بلا قادمة بحول الله مع قوته، خالص الود والتقدير. مولانا نسعى ورضاك وعلى بابك واقفين، لا من يرحمنا سواك يا أرحم الراحمين. طالبين وما طلبوا وراغبين وما رغبوا، يا دين رجال الله مولانا يداوي بدواك. رفعنا الحقاد والقرآن مجاد لحسرة ونسيان، يا ولينا على وشربنا الخمور وكثر الفجور ونيران الشرور فينا شعلا. مولانا نسعى ورضاك وعلى بابك واقفين، لا من يرحم